عملوكو سلطة الأفوكادو المشوي. مقاديرنا هي عندنا علبة زبادي يوناني، عندي واحدة أفوكادو مشوية، عندي زبيب، ملح، فلفل، كمون، زيت زيتون، ثوم، بصل أحمر متقطع صغير، وشوية كزبرة خضر. طيب تعالوا نجيب حاجة الأول نخلط فيها، هنخلط فيها مع بعض الأفوكادو المشوي الزبادي الكزبرة، هنحط شوية منها وشوية للوش، الكمون، ثوم المفروم، عصير الليمون، اخر حاجة حطها ملح وفلفل، وشوية كمان اخر من بصل احمر متقطع صغير. تعالوا بقى نضرب كل ده مع بعض كويس قوي. السلطة بتاعتنا كده جاهزة. تعالوا نغرفها في طبق التقديم. عايزة قبل ما نغرفها في طبق التقديم ازود لها البصل الاحمر الاول والزبيب وشوية من الكزبرة الخضراء، وهندي كل ده تقليبة مع السلطة الاول. وبكده السلطة تكون جاهزة. تعالوا نغرفها مع بعض، ننظف بعد كده.